ليا وامره يا محمد انه بامر واحد منك غادي يطبق عليهم الاخشبين زعما جبلي مكه، يسدهم على اهل مكه بامر منك ويسالي كل شيء. الحبيب بدون ما يفكر بدون ما يتعطل في الجواب غادي يرفض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. سلام الله عليكم أينما كنتم، ومرحبا وأهلا وسهلا في الحلقة العاشرة من سلسلة مع الحبيب. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانية. بدون مقدمة طويلة غادي نقول لكم لنبدأ. المشركون ما عرفوا ما يديروا في سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الدعوة ديالو غير غدا كتنتشر والناس كيدخلوا للإسلام، وهنا غادي يقرروا قرار اللي كان خطير، غادي يكتبوا مقاطعة كاملة ضد كل بني هاشم وبني المطالب، وما يبيعوهم ولا ياكلوا معاهم ولا يجلسوا معاهم ولا يتخلطوا بهم ولا يتزوجوا منهم. هاد المقاطعة غادي يعلقوها وسط الكعبة، لدرجة أنه سيدنا رسول الله غادي يدعي على من كتب هذيك المقاطعة وغادي تشري ليديه. هاد المقاطعة غادي تستمر لمدة 3 سنوات. بني هاشم وبني المطالب قطعوهم سواء كانوا مسلمين أو لا كفار، ما غادي يرجعوا يحيدوا هاد المقاطعة حتى يسلموا لهم محمد ويقتلوه الناس. ولكن أقرباء النبي من غير أبي لهب كانوا خصفوا 3 سنين اللي غادي يدوزوا منها المسلمين من الجوع والعطش، فيهم اللي تياكل تمرة وكيبقى كيمص في داك العظمة ولا النواة ديالها النهار أو اليومين من قوة الجوع. كاين فيهم اللي كلا حتى الوراق نتاع الشجر. أهل مكة كتشري الزاد وكتحرم منها بني هاشم وبني المطالب، الدراري الصغار تيبكيو، كاين اللي مات وكاين اللي ضعاف. أما حكيم بن حزام كان تيهرب الماكلة بعد المرات لعمته خديجة، وإذا شافوا أبو جهل كان كيضربوا كيمنعوا وكيفتحوا عند الناس. أما بلال كان تيحط الماكلة من تحت الإبط ديالو كيهربها لرسول الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومعنى الآية أن الله تعالى لا بد ما يبتلي عباد المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب الدين دياله، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. من بعد ما دازت 3 سنين على ذاك الحصار ضد بني هاشم وعبد المطالب، غادي يمشي واحد الرجل من المشركين اللي سميتو هشام بن عمر، اللي ما كانش قابل أو لم تفق على هذاك الظلم، غيمشي لعند زهير بن أمية، قال ليه: واش ترضى أننا ناكلو وما ما ياكلوش؟ نشربوه وما ما يشربوش؟ راه خوتك هادوك. قال لي: انا رجل واحد ما عندي ما ندير. قال لي: انا معاك. قال لي: بغينا رجل ثالث. غادي يمشيو عند المطعم بن عدي وقالوا لي نفس الكلام. غادي يقول لهم: راه بغينا رجل رابع. مشاو عند البختاري وقال لهم نفس الكلام. مشاو عند زمعه واتفقوا فاش يصبح الصباح انهم يقطعوا هذيك الصحيفه ديال الظلم والمقاطعه اللي تعلقات في الكعبه. بالصباح عند بوري زهير غادي يعيط: يا معشر قريش يا معشر قريش. غادي يتجمعوا عليه وقال لهم: حنا ما راضينش بهذه الصحيفه الظالمه، واش ترضوا الناس يموتوا قدامكم؟ بينكم وبينهم ارحام. ابو جهل غادي ينطق وغادي يقول: كذبت والله، هذه الصحيفه ما غاديش تقطع. زمعه بن الاسود غادي يقول: انت الذي كذبت، وهذه الصحيفه حنا مبرئين منها. وكاع 5 غادي يتفقوا على نفس الكلام اللي قالوه في الجماعه. قال لهم ابو جهل: هذا امر قضي بالليل. غادي ينوضوا باش يقطعوا الصحيفه ولقاوها بلي انه كلتها دوده الارض فرمشة عين، الا اسم الله اللي فيها اللي ما غاديش يتكال. ابو طالب جالس كيشوف فيهم. بني هاشم رجعت لهم الحياه حيت واخيرا ناض اللي ينصرهم ولو كانوا كفر بالله، هكذا ترفعت عليهم مقاطعه الظلم. اما المشركين مستمرين في شتم النبي عليه الصلاه والسلام، ومولانا تحميه من الاذيه ديالهم، كل ما عيروه كينزل عليه القران كيطمئنوا وكيطبطب عليه. واحد الرجل سميتو الاخنس بن شريخ ما كيسواش، كان كيسب رسول الله ونزل فيه مولانا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. رجل واحد اخر من كبار المشركين واللي سميتو النضر بن الحارث غادي ياخذ قصص من فارس وجا كيحكيهم للناس وتيقول لهم: ما عليكم من محمد وكلامه، اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيله،
وبدا كيقص على الناس القصص. سمع القران وما امنش به، وهو عارف بلي انه حق. وينزل فيه مولانا: ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم. وهكا كل مرة تكلم شي مشرك منهم كينزل مولانا القرآن لكي يثبت فيه قلب الحبيب. أبي بن خلف غادي يجيب شي عظام لرسول الله وقال لي: واش تزعم أن ربك غيجمعها ويرجعها ويبعثها ويحسبها؟ قال ليه: أيه والله الذي لا إله غيره لا يجمعنها ثم يبعثك ويحاسبك يوم القيامة ويدخلك الجهنم. أما أبو جهل واللي هو راس الكفر جاء عنده صحابه وقال لهم: يزعم محمد بلي أنكم غتاكلوا من شجرة سميتها الزقوم. وأقسم هو يجاوب وكيستهزئ: والله لنتزقمها تزقوما. كيستهزئ على الزقوم. وهنا عاوتاني أنزل الله تعالى: شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يخلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب حميم. يا لطيف نزيدكم، غادي يجي عندهم رسول الله وقال لهم: يا قوم غادي نعلمكم واحد الكلمة واحدة تقولوها اللي غادي تدين لكم بها العرب والعجم. قال ليه أبو جهل وصحابه: شنو هاد الكلمة اللي غادي تدين لنا بها العرب والعجم؟ نقولوا منها حتى عشرة. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، أمنوا بالله وكفروا بغيره. المشركين بدوا كيصفقوا بيديهم وهم يقولوا: غادي يجعل الآلهة كلها إلها واحدة؟ هذا أمر عجيب. بدوا كيضحكوا ويمشوا وخلاوه. واحد النهار رسول الله كان تيطوف بالبيت وجال عنده واحد الفرقة من المشركين وقالوا ليه: يا محمد اسمع ما نقول لك وشنو غادي نعرضوا عليك. شنو بغيتو؟ اش بان لك انك تعبد الاله ديالنا ونعبدو الاله ديالك؟ انت تعبد ما نعبد وحنا نعبدو الهك. اذا كان الذي عندنا خير من اللي عندك غيصيبك من حظه ويخيره، وان كان اللي عندك خير من اللي عندنا اصابنا حظنا منه. نتشاركوا في العباده. شاف فيهم رسول الله وقال: على بالكم شنو قال مولانا وشنو قال ربك؟ قال لهم: سمعوا شنو قال. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جاءوا عنده الأشراف تيقولوا ليه: انظر إلى ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال. قالوا ليه: احنا ما راضينش اننا نكون اتباع لهؤلاء، اطردهم ونجلسوا عندك. وهنا انزل الله تعالى على سيدنا رسول الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ايه كل مره كيوقفوا المشركين على رسول الله مولانا كان كيتبتوا بالقران. غادي يمرض عم رسول الله ابو طالب وتصير عليه الحال ووصل الاجل ديالو. جال عنده رسول الله عليه الصلاة والسلام مسرعا، بغى باش يلقنوا الشهادة قبل ما يموت. ففي المجلس نتاع أبو طالب واللي كان في الفراش كان معاه أبو جهل وبعض المشركين والحبيب اللي كان جالس عند راسه اللي تيقول ليه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نشهد لك بها عند مولانا، قل لا إله إلا الله. أبو جهل كيشوف خوه أبو طالب كيحتضر وتيقول ليه: واش بغيتي تخلى على الملة ديال أبيك وأجدادك، زعما على الدين ديال أباء ديالك وجدودك؟ والحبيب تيقول ليه: يا عم قل لا إله إلا الله. فإذا بأبي طالب كيشوف خوه وكيشوف ولد خوه، ولكن غادي يتشبت بما هو عليه وقال لرسول الله: أنا على ملة عبدي المطلب. وغمض عينيه وخرجت روحه وما نطقش بلا إله إلا الله. حزن رسول الله بزاف على الرجل اللي وقف معاه لسنوات في حياته، الرجل اللي كان كيبعد عليه الأذى ديال المشركين. دمعات عينيه والتأذى في قلبه، عمه خرج من الدنيا وما قدرش يهديه للإيمان. وهنا أنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ديك الحرقة قال رسول الله: لا استغفرن له ما لم أنهى على هذا. بدا كيستغفر ليه لعمه أبي طالب حتى أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم. لا يجوز أن الذين آمنوا يستغفروا لهم ولو كانوا لهم أقرباء. وهنا غادي يحبس رسول الله أنه يستغفر لعمه. سولهم بعد سنوات: شو صنعت الشفاعة ديالك لعمك يا رسول الله؟ قال لهم: إنه في ضحضاء من جهنم، زعما في الطرف ديال جهنم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والعياذ بالله. حزن رسول الله على عمه، العم اللي كان تيأزرو في الشدات ديالو. فوق من هذا الشيء غادي يدوزو غير بضعة أشهر، زوج ولا ثلاثة، على الوفاة ديال عمه، عم رسول الله، وباقي مازال كان حزين حتى دخل شهر رمضان من السنة العاشرة من النبوة، وغادي تطيح مراته خديجة على الفراش، وغادي تصاب مرض، وغادي يقبض مولانا روحها. وياه على ألم، وياه على حزن، وياه على فاجعة، وياه على نهاية الحب العظيمة اللي غادي تسالي. من جديد غادي يتجدد الحزن على قلب سيدنا رسول الله، ولكن هذه المرة على رفيقة دربه وأول زوجة كانت ليه،
خديجة المبشرة ببيت في الجنة، المرأة اللي وساته وفدته بمالها وحياتها لمدة 25 سنة. تيقول رسول الله أمنت بي لما كفروا بي الناس، وصدقتني لما كذبوني الناس، رزقني منها مولانا الأولاد. وهذا العام غادي يتسمى بعام الحزن، لدرجة أنه مشركي قريش عمرهم ما تجرؤوا على رسول الله كيف داروا هذا العام، خصوصا بعد وفاة عمه. كيفاش غادي يصبر رسول الله على وفاة خديجة اللي بدات معاه قبل البعثة ديالو؟ ومن البداية وسات وغطات وقفت معاه، أذوه الناس وصبرته خديجة. لما كانت كتضيق عليه الدنيا خديجة كانت كتفاجئ عليه، ها هو في لحظة فقد هذاك الحضن الدافئ. في نفس السنة سيدنا رسول الله غادي يتزوج بواحد المرأة أرملة واللي سميتها سودة بنت زمعة، بعد ما توفى على راجلها وابن عمها كانت آمنت بالله ورسوله. في نفس السنة غادي يقرر أنه سيدنا رسول الله يمشي للطائف يدعو أهل الثقيف للإسلام. غادي يمشي طريق طويلة بين الجبال ومعاه غير زيد بن حارثة، مشى عند سادة الثقيف ودعاهم للمولانا وقال واحد منهم بكل وقاحة انقطع ثياب الكعبة إن كان الله بعثك. غادي يقول الثاني ما لقى مولانا شكون يبعث من غيرك انت. أما الثالث قال ليه ما غاديش نجاوبك، إذا كنت صادق أصابني ما وعدتني به، وإن كنت كاذبا أنا أكبر من انني نرد عليك. قال لهم واخ اذا نتوما ما استجبتوش مع الدعوه ديالي فما تجرؤوش عليا قريش والانصار ديالها، غادي يتجرؤوا يلحوا عليه الحجاره، لحوا الحجر على من سلم عليه الجماد حتى خرج الدم من قدميه الشريفتين. وزيد بن حارثه كيحاول باش انه يحميه حتى خرج من ديك الطائف مغموم وحزين ومؤلم ومعذب، ودعب واحد الدعاء هز يديه الشريفتين للسماء وقال اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. بدك يدعي بهذا الدعاء الأليم وهو تيبكي عليه الصلاة والسلام. زوج من كفار قريش وسادتها عتبة وشيبة ابن ربيعة غادي يشوفوه من بعيد، غادي يصفطوا عنده واحد الغلام معاه واحد طبسيل ديال العنب، هاد الولد كانت سميته العباس. مش وقف على رسول الله، أعطاه داك العنب وسولوه رسول الله شنو سميتك؟ قال لي العباس. قال لي شنو دينك؟ قال لي النصرانية. منين انت؟ من بلد سميتها نينوى، بلد في العراق. من نينوى؟ بلد الرجل الصالح يونس ابن ميتا نبي الله. قال لي واش عرفتي يونس؟ قال لي انا نبي وهو نبي وحنا اخوة. قال لي العباس انت نبي؟ قال لي اه. غادي يطيح لي على بطنه الشريفة وكيبوسها ليه وتيبكي، فاذا بعتبة يقول شيبة شوف صاحبك افسده محمد، عيط ليه شيبة، عيط ليه يا عباس اجي. قال لي شو كدير؟ قال لي هذا خير من يمشي على وجه الارض فهذا نبي الله. قال عتبة للعباس اعطيه اتساع فان دينك خير من دينه. رسول الله في عز الالم ديالو صفت ليه مولانا رسالة امل هي هاد العباس. كيقول رسول الله ما غادي نفيق الا وانا في قرن الثعالب، واذا بسحابة فوق مني وجبريل عليه السلام غادي يسلم عليا وقال لي هذا ملك الجبال تيسلم عليك وسلمت عليه. قال لي وامره يا محمد انه بامر واحد منك غادي يطبق عليهم الاخشبين زعما جبلي مكة، يصدهم على اهل مكة بامر منك ويسالي كل شيء. الحبيب بدون ما يفكر بدون ما يتعطل في جواب غادي يرفض. علاش لا؟ وهم أذوك وخرجوك وعذبوك. قال لي رسول الله لا، يقدر يخرج مولانا من أصلابهم أو أولادهم أو أحفادهم من يعبد الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا هو رسول الله. غادي ينطلق الحبيب وغادي يصفت له مولانا خلقا من خلقه، غادي يوحي لي الله بلي أنه غادي يجيك وفد من الجن بغاو يسمعوا القرآن. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه. طاح الظلام وجا الجن وبدا رسول الله تيقرأ عليهم سورة الرحمن، والجن تيقولوا لبعضهم أنصتوا شي تيسكوا شي باش يسمعوا القرآن، حتى وصل وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهنا كان سؤال للإنس والجن، غادي يجاوبوا كلهم الجن لا نكذب بآيات ربنا. إذا كان البشر ما تيأمنوش وفيهم شر كبير فراكين من الجن اللي فيه خير يا محمد. إذا أبو جهل يستهزئ والمشركون كيسبيو وكيأذيو فكين من الجن اللي فيه الخير. فرح رسول الله بالإيمان ديالهم والإسلام ديالهم. تخيلوا
ما غادي توقفش هذا الامر هنا، غادي يمشيو هاد الجن والشياطين مسرعين عند القوم ديالهم باش يبلغوا. سولوا رسول الله اسئله في دينهم واحكام الشريعه ديالهم حتى تعلموا الدين من عند الحبيب، ومشاو تيجري وكيبلغوا به. غادي يقترب الحبيب من مكه وقال لي زيد بن حارثه كيفاش غادي ترجع ليها يا رسول الله، راه بغاو يقتلوك. غادي يصيفط الحبيب للمطعم اللي كان مشرك انه بغى الجوار ديالو ولا الحمايه ديالو وغادي يقبل هذا الاخير، ومع انه كان مشرك غادي اجر رسول الله زعما غادي يحميه. غادي امر ولاده باش انهم يتسلحوا باش يستقبلوا سيدنا رسول الله، غادي يحيطوا بالحبيب باش يحميوه، وفي يديهم كان السلاح. لما شاف ابو جهل رسول الله كيطوف على البيت وما تيحرسوا هذه المجموعه غادي يقول للمطعم اصبأت يا مطعم؟ قال لا، ولكن محمدا اجرني فاجرته، يعني بغى الحمايه ديالو حميته. قال لي ابو جهل ونحن نجير من اجارك. غير جع رسول الله لمكه وما غاديش يستسلم، غادي يدعيهم من جديد للاسلام. وهذه هي كانت حكايتنا الليلة. اما السؤال ديال اليوم، شكون هي الزوجه الثانيه اللي تزوج بها رسول الله من بعد موت خديجه رضي الله عنها؟ دمتم في رعايه الله وحفظه، بصحه فطوركم، سلام سلام.